بنتكلم مع حبيبة عن الحفلات الغنائية والموسيقية. الحقيقة حفلات كتير، ناس كتير متوقعين هم يكونوا موجودين. احنا شفنا اصلا الاعداد بدأت تتوافد بشكل كبير جدا من امبارح، واول امبارح بالليل تحديدا يعني الممشى السياحي يشهد بده. الحفلات الغنائية بقى يا حبيبة، يعني في حفلات كتير عندك، تامر حسني ميجا ستار، عندك راغب علامة، نانسي عجرم، ليسا، عمر خيرت، راس المغني الراب العالمي وغيرهم، في كايروكي برضو والفنانة أنغام ومدحت صالح كمان وعلي الحجار. انت متحمسة لأني حفلة أكتر أو مصممة تحضر أني حفلة أكتر؟ أنا حقيقي متحمسة ليهم كلهم ومستنية أحضر قوي 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 عمر خيرت و صراحه تامر حسني يعني بالاخص. تامر حسني خلاص الجمعه اللي جايه. ايوه ان شاء الله. احضر. لا وكمان في غير الحفلات الغنائيه في حاجه بقى تحفه، عرض ازياء فاشن شو لمصمم الازياء العالمي الفاشن ديزاينر مايكل سانكو، هيكون على الشاطئ. الحقيقه دي اول حاجه، اول مره تحصل في مصر، وهيبقى يعني ترويج للسياحه بشكل مش طبيعي، وحاجه تشرف ان يبقى عندنا عرض ازياء لمصمم عالمي مايكل سانكو. غير برضو عرض الأزياء هيكون في نشاطات رياضية، يعني المهرجان بيضم 12 نشاط فني ثقافي رياضي، هيكون في رياضة مثلا زي الجودو، هيكون في لعبة البادل، هيكون في كمان الترايثلون اللي هو لعبة السباق الثلاثي، هيكون عبارة عن مثلا ركوب دراجات، سباق جري، سباحة. تعرف يا حبيبة ان السباق الثلاثي ده هيشارك فيه 700 لاعب من 17 دولة في العالم؟ ده حقيقي، وأصلا يعني مدينة العلمين مجهزة إن هي تستقبل يعني مليون زائر، وهي أصلا تقدر تستوعب 4 مليون زائر. طيب حبيبة عايزين نتكلم الناس كمان عن بقية الأنشطة اللي هتكون موجودة، في ناس يعني تتشجع بقى تيجي وتحضر معانا، في سباق السيارات، سباق السرعة ده هيكون موجود هنا في مدينة العالمين وهيشارك فيه أكتر من 100 متسابق على مستوى العالم كله، وكمان هيكون في زي موكب فرعوني كده يا حبيبة هيشارك فيه 100 سيارة فارهة. يعني الحقيقة حاجة روعة بصراحة. ده حقيقي.